هذا البرنامج برعاية للجودة عنوان مضمون، وللاختيار مكان محدود. شركة الاندماج الراقي لاستيراد المواد الغذائية، الوكيل الحصري في ليبيا لمنتجات أرتستو، فاميليا، جديدة وميلا. شركة الاندماج الراقي للمواد الغذائية رائدة السوق بمنتجاتها التي لا تغيب عن البيت الليبي. مبروك مسعود، زوز شيابين، افتقيد لحوال متخصصين. شفته؟ ما تقولش عليه زينة في الستين. جسمة تقول في العشرين. انت هذا وين؟ صاحبنا يا اخي ادفع سل اربد. تعال شو؟ بنلحق صحتي وبناخذ سل اربد. مع عسل الأربد، صحتك وقوتك دي مجدد. سجل. أوه أميرات لحظة، أنا بعت لي لكم الوكيل. وكيل شني؟ وكيل بروتين مايز ليزو، هو الوكيل الوحيد في ليبيا، والبروتين هذا مش عادي بكل، يمشي مع شعوركم. باهي متأكدة ان اصلي البروتين؟ يعني عندي سؤال يا سارة، حقا قالوا بروتين مايز ليزو ينعم يقوي ويطول في الشعر؟ ايه خيركم عاد. وعلى الانستغرام مايز ليزو ليبيا. شركة الرائد، الوكيل الحصري لمنتجات شيل. شركة النعيم، ليبيا تويز. شركة الفالحة لصناعة مواد التنظيف. شركة عالم الأغذية الرياضية. شركة ربوع المدينة لخدمات الحج والعمرة. شركة الأتات المتوسطي لاستيراد الأتات والسلع المعمرة. عيادة الاختيار الأمثل للجلدية والتجميل الطبي والليزر. ليبيا بلاد العز. ليبيا بلاد العز. you
مدينتنا تقع في جبل نفوسة وتبعد عن العاصمة طرابلس 130 كيلو، وتعتبر من أهم مدن الجبل. وحسب التعداد السكاني لسنة 2012 يبلغ عدد سكانها حوالي 45,000، ويتكلم أغلب سكانها الأمازيغية ما عدا القبائل العربية، ومعنى اسمها بالأمازيغي الكهوف. خلوكم معنا تتعرفوها. طلعنا من طرابلس باتجاه جبل نافوسة، وبالتحديد مدينة يفتل اللي أغلب سكانها أصولهم أمازيغية. تو وصلنا لمدينة يفرن وتلاقينا مع صديقنا أكسل. طبعا ما أخونا أكسل اليوم بيورينا مدينة يفرن بالكامل ونصورها. طبعا فيها مدن أثرية وفيها كهوف وفيها كنائس قديمة، ونصورها اليوم. وأولى الأماكن كانت معصرة الزيتون القديمة جدا. احنا محمد هو ماشيين لمعصرة اسمها تدة التقداميت، اي منزل القدامسي. معصرة قديمة يعني في قريتنا، قرية شقارنا. يعني من المعاصر اللي عندنا، عندنا جي 3-4 معاصر، وهذه واحدة منهم. فضل شوف كل حفلة، يعني في حفلات أمازيغ، فيها يعني السياح كذا من المعصرات يجوها المعصرة هذه. تو عرفت مازن كيفاش يديروا فيها هذه؟ يديروا فيها بالدابة. بالدابة. مش يدوية. لا صعب كبير. لا شنو يدوية؟ هذا خاص بالجملة. وفي حشاك انا حمار كانوا بيدير بيهم، لكن شوف فيها صغيرة، فما يجيبوش احجام كبيرة يعني باش يديروا بها. وهنا حتى انا تابعها. تابع المعصرة. انا متأكد انها كانت القرية كلها توصل. تالي اني تعرف. لا مش كلها، لكن يخدموا هذا. طبعا شنو يديروا به؟ هذا طبعا الزيتون لما تجيب في الدابة بعد الفاصل وكل شيء. جي نفس الموضوع هنا، تبي ترق وتنزل بها الخيط هذا زي ما تشوف انت توا، ويبدا يفترق فيه الموضوع. فهمت كيف؟ مشتهرة يفرد بالزيتون. هي جبال بصفة عامة مشتهرة بجو المعاصر والزيتون هذاك كله، فهمت كيف؟ لكن يفرد زيادة شوي. يفرد هي في كل منطقة جبلية، ما يكذبش عليك، كل منطقة جبلية. لكن زي ما قلت لك يعني توا زي المعصرة هذه صح ماش قاعد زل حاجة أثرية، يعني فهمت كيف؟ فترة طويلة ماش خدموا عليها، لكن في كل حفلة في كل شيء ضروري المعصرة تتزين وضروري باش تنظبطك. والمعصرة هذه موجودة في قرية شقارنا. قرية شقارنا أحدى قرى مدينة يفر بالضبط. في جانب المعصرة بالضبط كان في مبنى قديم جدا لكن كان مسكر. لما شفناه من روشن اطلع مبنى قديم ماهوش مبنى عادي، وهو معبد يهودي قديم جدا. طبعا هذه الكنيسة اليهودية قاعدة في قرية شقارنا. للأسف زي ما تشوفوا مسكرة، لأنها في الأغلب تفتح في الحفلات والأي في حد يعني في حاجة سياحية بتجي أو شيء. فزي ما قلت لكم مناظر مليحة فسطها، ويعني ياما جو شافوها، فللأسف يعني مسكرة. طلعنا من وجهتنا لوجهة أخرى، والمكان هذا يعتبر العلامة أو اللوجو لبلدية يفرن تيو تريوين، بالعربي مكان الدعاء. احنا حاليا هنا متواجدين أكثر. احنا توا في تيو تريوين، هذه كنيسة يهودية عمرها أكثر من 1000 سنة.
والكلمة شو معناها؟ تيوة تلوين معناها زي مكان الدعاء، يعني زي اللي كان يدعو فيه. طبعا هذه تيوة تلوين زي ما تشوفوا معلم تعتبر واجهة حتى لمدينة تفر. المنطقة اللي موجود فيها شنو اسمها فيها؟ منطقة تغاسو. تغاسو قرية تغاسو. أي قرية القصير كنت بحات تقول. ومع الوقت ولا مسجد صح؟ إيه مع الوقت ما تغير ديانات، كل شيء كان كنيسة يهودية، بعدين مع الوقت عاد مسجد بيسموا فيها حتى تدت نانا زورق، يعني حوش نانا زورق. زورق هذا اسم عندنا احنا، وزي يعني حوش حنا زورق، يعني فهمت كيف؟ اللي عمره يفوق 1000 سنة، المكان هذا كان معبد يهودي في الفتوحات الإسلامية أصبح مسجد. طلعنا من يفرن واختمنا على تزمرايت وصولا لمدينة القلعة اللي فيها واحدة من أكبر المدن القديمة في المنطقة الغربية، ودرنا فيها جولة سريعة مع الشباب. آدم، احنا قدامنا تو الوادي ورانا المدينة القديمة. أبو ناف، اسم الوادي هو؟ هذا وادي تلاني نغمان يقولوا له بالجبال. والمدينة عندها اسم ولا هيك مدينة القلعة؟ مدينة القلعة. طيب الامتداد من الأول كانت هيك ولا بعدين كانت في إضافات؟ لا، هي بدايتها هنا، وقالوا في حتى مدينة تانية. شو اسمها آدم؟ مدينة تانية اللي لطة؟ الوادي. الوادي يعني حتى هو زي مدن بنات اللوطة هيك، كمرة يركبوا الناس كمرة يركبوا، فهمت كيف؟ ومع السنين ما تطور، يعني شوفها كنا في مدينة فوق وهذه مدينة قديمة. لكن ما شاء الله كبيرة، الحجم بتاعها كبير. مدينة. فيها باب وهذيك في البداية. الشكل بتاعها يوحي انها كانت زي ما قال مازن مدينة كبيرة. عامرة. وكان فيها سكان كبار. عامرة كانت عامرة. تو امتى طلعوا مثلا منها السكان قبل 100 عام مثلا؟ لا تو الأربعينات ممكن. مش قبل 100 عام، لكن مع السنين زي ما اقول لك، زي قبل ما يتعمدوا بدو يطلعوا وكذا. بعد ما بنت القلعه بتاع السنتر المدينه في الخمسينات، في الاربعين، في الجو هذا. سنين تتطور الناس، فهمت كيف؟ لكن هي زي ما تشوفها ناس قاعدين، يعني اصحاب الاحياء تشوفهم هذو، مش يعني ما عندهمش اصحاب ولا ما عندهمش عائلات ولا موجودين. كل واحد ظابط حوش. هنا كل حوش ليه ملاك وعنده اصحاب شخصيين. كل واحد عنده. ما فيش، ما تقدرش تخش. واضح ان الحياه نفسها كانت يعتمدوا على الزراعه وتربيه المواشي. بالضبط كل هيك. اما كنوا نتشن الله قتالني لغمن ايد من يتاسندي لغمن سسن قامل لما يهوى انظر. اما قصر مساحه قدرت تدور توسارين. اما كنونج دو دادم ديس تدور جناطن يلزت وديس دهت يود الناس لان مو يعني ميقور مي هواني لا دغن يقول ننج كيسيب ننج لا اي كوليج ننج اي الناس تدر الناس كوليج غرس الاسم الناس ف ميت حد يخوى رزق الناس لا ميت حد يقول احنا ما فهمناش. فهمت مازن؟ تو فهمتش؟ لا انا ما فهمتش الحاجه. لكن المشاهدين حيفهموا. هذا يسموا فيه اللوط، هذا كله يسموا فيها ماء الغدير للإبل، يعني لما تنزل المطر يجوا الإبل والحيوانات الثانية بصفة عامة، لكن سموها الإبل بمعنى أنها قبل سما تشوف فيها أحياش فإيه معاصر وكذا، في الإبل أكثر شيء. أي ماشية هي أي ماشية، لكن المهم زي ما تشوفوا هنا كلها يبدأ في المطر تبدأ مية ويبدو يشربوا في مية وكل شيء، والأحياش هادو زي ما تشوفوا فيها أصحابها قاعدين، يعني مش كانت تشوفها مش مهزورة أو شيء، لا كل واحد يعرف رزقه، كل واحد يعرف حوشة، وفي حياش الكتاني اللي قدام كان خوي آدم متكلم عليها قبل، فإيه كل واحد يعرف رزقه. توا نبو آدم يخدنا في جولة في المدينة. هيا تفضلوا. تقع مدينة القلعة في جبل نافوسة على مسافة 9 كيلومتر شرق مدينة يفرن في الجزء الشمال الغربي من ليبيا، وتبعد عن العاصمة طرابلس مسافة 120 كيلومتر من جهة الجنوبية الغربية منها. طبعا مازن يمكن لاحظنا ان في المنطقة في الجبل فوق اكيد فيه معصر بتاع الزيتون. معصر الزيتون هذه الردة بتاعها واضحة، كانوا معتمدين على الزراعة وتربية المواشي. ونفس الشيء نفس اللي تكلمنا عليه بكري، اللي يديروا في الحيوان حشاكم تالك بكره من هنا وتركب هي وتدور على زيت وكي وتوصل تدير زيت زيتون. و
وسميت المدينة بهذا الاسم لكثرة القلاع بها، فقديما كان يطلق عليها اسم إغرم أي الحصن المرتفع. طبعا الأماكن هذه كلها كانت محلات تستخدم في القلعة في أيام كانوا الناس ساكنين هنا. ويغلب على المدينة الطابع التجاري، زي ما نلاحظوا لما تجولنا في المدينة نشبحوا في العديد من المحلات. زي ما قال لنا اخونا ادم ان هذا حوش منزل، والحوش موجود على دورين، ممكن من الحياش القليله اللي في المنطقه على دورين، تو احنا حاليا في الدور الثاني. وتصميمه الحق جميل جدا، شوفوا العرس والدرج لوطة، وهنا زي المسرح مدارين هيك في درج لوطة، هي زي البلكونه لكن ارضيه. جنان جنان. اكتشفناه ان لو تعبى الجامع لوطة يصلى الفوق، هذا مصلى موجود الفوق في جامع القلعة القديمة. من المدينة القديمة القلعة اتجهنا إلى آثار صفيت أو قصبة صفيت. آثار قديمة من الرومان، وتعتبر من أهم الآثار المدينة منطقة القلعة بالتحديد. مش معروف شن كانت قبل، في اللي يقول كانت منطقة مراقبة لارتفاع مكانها والخنادق المحيطة بها، لكن الأثار هذا متعرض لإهمال كبير. فالمدينة تتميز بالأثار التاريخية، وهي أيضا من المدن المهتمة بالزراعة، ويتبعها العديد من القرى، القلعة الجديدة والقصبة وأرنون والحومة وإغرم وبومقر. أما بالنسبة لتاريخ المدينة، تاريخ المدينة استوطن الرومان منذ قديم الأزل هذه المنطقة، وما دلت على وجود الرومان في هذه المنطقة هو الأثار التاريخي مثل قصبة صفيت اللي كانت مستوطن للحضارة الرومانية العريقة. وكذلك مدينة القلعة يتكلم سكانها الأغلبية منهم اللغة الأمازيغية.
في نهاية جولتنا مشينا لأعلى قمة في مدينة يفرن وتمتعنا بجمال المنظر اللي يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى. وصلنا لأعلى قمة في يفرن بعد الجولة ديك كلها. شني محمد؟ والله أنا اليوم في الحلقة مريض شوية لكن مشت الأمور مع المنظر. هوا شوف ما شاء الله كيف منظر رهيب. طبعا ارتفاع شهق، حتشوفوا اللقطة في الطائرة. بكري قبل بيحطوني غادي في الحافة، قدرتش نقعمز، منظر يخوف لطف. ليبيا بلاد العز. ليبيا بلاد العز. هذا البرنامج برعاية للجودة عنوان مضمون، وللاختيار مكان محدود. شركة الاندماج الراقي لاستيراد المواد الغذائية، الوكيل الحصري في ليبيا لمنتجات أرتستو، فاميليا، جديدة وميلا. شركة الاندماج الراقي للمواد الغذائية رائدة السوق بمنتجاتها التي لا تغيب عن البيت الليبي. مبروك مسعود زوز شيابين، افتقيد لحوال متخصصين. شفته ما تقولش عليه زينا في الستين. جسمه تقول في العشرين. تهدى وين؟ صاحبنا ياخد فحص الاربد. تعال شوف بنلحق صحتي وبناخد فحص الاربد. مع عسل الأربد صحتك وقوتك دي مجدد. سجل. أميرات لحظة، أنا بعت لي لكم الوكيل. وكيل شني؟ وكيل بروتين مايز ليزو، هو الوكيل الوحيد في ليبيا. والبروتين هذا مش عادي، بكل يمشي مع شعوركم. باهي متأكدة ان اصلي البروتين. يعني عندي سؤال يا سارة، حقا قالوا بروتين مايز ليزو ينعم يقوي ويطول في الشعر؟ ايه خيركم عاد. وعلى الانستغرام مايز ليزو ليبيا. شركة الرائد الوكيل الحصري لمنتجات شيل. شركة النعيم ليبيا تويز. شركة الفالحة لصناعة مواد التنظيف.
شركة عالم الأغذية الرياضية. شركة ربوع المدينة لخدمات الحج والعمرة. شركة الأتات المتوسط لاستيراد الأتات والسلع المعمرة. عيادة الاختيار الأمثل للجلدية والتجميل الطبي والليزر.